ذكريات وأحلى اللحظات مع ألمع النجوم في كل الرياضات. حديث النجوم مع إبراهيم البوغنمي. تزيد وتكتر أحزاني أنا والله بحب الوطن اللي روح سكراني تستاجي تبروم لأنه شي نسمت إيش كنت عبود والله بحب الوطن اللي روح سكراني مهما همومي تزيد وتكتر أحزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا العدد 45 أصدقائنا المستمعين من حديث النجوم، كما كل نهار 3 من 6 ونص حتى 8 متاع الليل رأسه بالعصا سهرتنا الليلة، نسترجع فيها ذكريات خالدة من الزمن الجميل مع نجم من نجوم الأرجنتين. نجمنا الليلة خريج مدرسة الملاسين، قائد سابق للأولمبي والمنتخب بعدين، هو فاتح الغزوة المكسيكية عام 78 بقيادة الثنائي الشتالي وبن عثمان، وعلى منوال ونسج مختار دبيب وغميض، وسجلوا الثلاثية وحققوا أول انتصار في المونديال وفتحوا الطريق للمنتخبات الأفريقية والعربية. نجمنا علي الكعبي ابن الملاسين برقاه آخر مدافع مع المدافعين، وفي الهجوم أول المهاجمين، المركي باليسار واليمين، وحاروا فيه أكبر الحراس وأقوى المدافعين. في السيوتي ولا في المنتخب علولو ديما يصنع العجب بالجرينتا والروح القتالية، يسجل البلانتيات والبنتوات بطريقة فنية. يا كعبي علي، من الغرب للشرق ومن الشمال للجنوب، عندك كل الجمهور وراك محبوب. هذاك علاش الليلة نستدعوك مع صديقنا برهوم في حديث النجوم باش نكرموك، وعلى راديو أمواج راديو لسفام الجربية باش تكون أنت نجم السهرية. هيا سعلي الكعبي، مرحبا بك الليلة نجم سهرتنا على أمواج راديو لسفام في سهرتنا الرياضية حديث النجوم. أول حاجة شكرا على المقدمة الهائلة والشعر وليد، يعني كما نقول له الشيء ممتعنا الله يرحمه، أنت ولا أحد أحب تونس كما لا أحبه أولاد أحمد الله يرحمه، أولاد أحمد الله يرحمه صديق عزيز نحبه برشا ونحب أشعاره. وأنا أول حاجة نشكرك على المقدمة، نشكرك على الاستضافة، ولابد باش نشكر إذاعة تيليس كما نقولوها الجمهور التونسي الجمهور الرياضي. تعرف أنت كي هبطنا نحن بعد ما ربحنا لاغوس هبطنا في جربة ما شاء الله من مناخ كل عاصمة، هذه ذكرى انتصار اللي نتاع لاغوس، خليك واحد بشي هبطنا استقبال كبير في جربة صار. هاي سعلي نحيي الإذاعة الفتية تيليس، ونحيي سي إبراهيم وكل الإخوة كل اللي موجودين في وراء المصعد، ونشكركم على الاستضافة هذه. أعطيك الصحة سعلي، إن شاء الله نعدي ساعة ونص حلوة مع جمهور الرياضي في كل أرباع الجمهورية. أكيد كما سمعتوا أعزائي المستمعين للاستوديو الخارجي الليلة في بيت نجم سهرتنا علي الكعبي، ومعي كل العائلة المصغرة نحيوها فردا فردا، ووراء كذلك كل حبة سيوتي والمنتخب واستوديوتنا في المركزية في جزيرة الأحلام كالعادة الثلاثي. كابتن أيمن في التنسيق يستقبل مكالمتكم على 75-658-100. المايسترو بوعيش على الكونسولات الليلة مكلف بمحاصرة نجم سهرت كد روحك زعما بوعيش، زميلنا سي علي رد بالك منه، راهو بوعيش راهو يستفز برشا، ما نعرفش خديت ورق حمر ولا سي علي يحب يعيش بوعيش يحب يعيش. لا سيدي تعيش الناس الكل يعيشك سي علي، إذا نمشي وبوعيش اش يقول لعبد الحليم. نبتدي منين الحكاية؟
يا سيدي علي عبد الحليم يقول لك نبتدي من الحكايه، كيفاش كانت حكايتك مع الساحره المستديره؟ انت سحرتها ولا هي اللي سحرتك؟ والله سحرنا بعض الزوج. الحكايه بدات في مسبح، هي غير الرياضه بالنسبه لي انا كرياضي، بدات في مسبح، المسبح بالفيدير. مسبح بالفيدير في العاصمه، انت عارفه. ايه عارف كان شربت، عرفته ولا لا؟ اكيد في بلاس بالفيدير وقتها. بالفيدير، بسين بالفيدير، كان الوالد نتاعي يخدم في مصلحه الرياضه وانا صغير تقريبا 10 سنين هكاك، كان يهزني معاه ماك تعرف سلاعه واحده ومزيد تروزيماني كتريماني بريمير، يهزني معاه هكا، هو يخدم في المصلحه، يبيع ساكن في الجيشيه، وكان ندخل نتعلم العوم. وكانت الترجي الرياضي كانت عندهم خديك صنف السباحه يدرب خادي تلو اوبا و مالي من ميزوني وعلي الغربي لا هذاكم بعد بعد اي حسين وحسن وحسين واولاد بنت البي كان رئيس المصلحه نتاع الرياضه يعني تقيدت في الرياضة في السباحة مع المدارس نتاع الترجي الرياضي التونسي، أول رياضة عملتها في حياتي فهمتني، ولعبت باسم الترجي في يعني في المدارس، سن في المدارس تعرف تبدا السباحة بكري شوية برشا، كيما التنس كيما السباحة يبداو بكري ياسر الرياضات هذه فهمتني. من غادي انطلقت يعني بعد عام ونص عامين، صيف اللي بعده آخر صيف بعد سنتين سباحة في الترجي، وعندي يعني الإجازة نتاعي في الترجي. حسيلو كانت ثم دورات، دورة أحياء نقولوا ما بين اللحوم فهمتني، دي تورنوا دو كارتي فهمتني، في الملاسين سي سيرشي التركي هذا معروف، هو اللي ياخذ معروف مشهور، وكان اختصاصه يعني المواهب. ايوه يعمل دي تورنوا دو كارتي، يخرج المواهب في المرسى في الصاد، خدم في النادي الاولمبي النقل فهمتني، ولا وصارت تورنوا في الملاسين، اختاروني ودخلت بدايتي. وقتها بدات البدايه نتاعي مع الاداني باء، في كانوا باء واء فهمتني ولا، في النادي الاولمبي النقل فهمتني ولا، وبدات الحكايه كما قال عبد الحليم حافظ الاداني، وبعديك الاصغر، وبعد صغر عملت سير كلاسمون باش يبدا عندي الحق نلعب في قبل كان يعملوا سير كلاسمون يعملوا ميديكال، وعندك الحق الكادي تنجم تلعب سينيور. طيب كيعملوا لك سير كلاسمون فهمتني، عملت انا موحدين سير كلاسمون، وكنت وقتها في السيليكسيون كادي انا موحدين مسكريت ونجيب الامام، كنا بطل المغرب العربي ليوناف توا فهمتني. ايوه اتحاد المغرب العربي كنا نحن بطل اتحاد المغرب العربي، وبعديك لعبت جينيور يمكن اقل من موسم، طلعت سنه 71 72 للاكابر فهمتي ولا، ولعبت ضد الترجي اول مباراه نتاعي في ربع نهائي كاس تونس. ايوه ومن غادي بدات الحكايه مع الاكابر، وبدات ال 71 72 هذه قبل من هذه تجيك سيدي علي تحيه على المباشر من عند حماد الشريتي مش شبيب القيروان، تذكر الاسم مليح. حماد مدافع ممتاز، حماد شكون يعرف حماد. مازالت التحيه باش تجينا نتفاعل معها. اذا 71 72 سي علي بدا في المباراه مع الاكابر، كملت وعملت 12 انتصار وتسعه تعادلات وخمسه هزائم، اربع خط الهجوم 30 بونت وكاتريام، وفي الدفاع كذلك كاتريام 19 بونتو. الترتيب الهدفي نلقاو موحى يا خويا دوزيام مارك 10 بونتو. الموسم هذاك بدايتك مع معناها تقريبا مع تومبك سيوتي وقتها. تومبك سيوتي بديت، وبعد المشكل اللي صارت نتاع كانت تثبت عليها المشكل نتاع كمال كاري الله يرحمه. الله يرحمه. ما جيتش لاسي. مشاو للترجي. صارت مشاو وخرجوا لعبوا واحد في الجزائر واحد في اكسون بروفونس في فرنسا. وبعد جا رجعوا للترجي فهمتني. وقتها كان البدايه نتاعي كان سي شبوح وكان حسين العياري وعلي قزاني وعلي السيسي
ولا لا غران ديكيب سي عمرو الذيب هذايا في بن منصور ومحدين وفرشيشي وسعيد جمعه هذايا وقالوا المنصب قالوا كان في 72 72 بالضبط هذايا المباراه اللي لعبتوا في الدور الربع النهائي مع الاسبيرانس قداش وقتها في الكوب؟ 1-0 واحد بداش في الثمن النهائي اقبلها في الثمن النهائي اش عملتوا مع السي او تي لعبتوا مع حرق الواد وقتها؟ قول لي والله ظني انه نبحنا 3-1 والله شباب صحيح 3-3 لا باش نرجع شويه للذكريات 3-3 قريب برشا الجواب اقبلها لعبته مع اقبلها في السيزيام لعبته مع الملعب الجابسي في تونس في الزويتن وربحتوا 2-1 هذا في الدور 16 وقتها البدايه نتاعي بدات في السنه هذيك الموسم هذاك 72 73 صدى لي في السي او تي يلعب رونترون كملت السيزيام يا خويا مش شويه في التشكيله وقتها ها في الرابطه الاولى كملت السيزيام وقتها عادي في الاذاعه تنتقلب ايوه بدينا 72 73 هذاك الانطلاقه نتاعي الحقيقيه يعني بدايه الموسم الثاني نتاعي وكملنا 50 ولا 60 60 58 بوان 58 بوان يعني كنا ديما من الاوائل وكنا في الشطر الاول نتاع البطوله ابراهيم كنا يعني من الثلاثه الاولانيين نثبت انا وقتها في الاخر يعني واخر الموسم كنت في المنتخب 73 عملتوا اربع هزايم بركز يعني الموسم هذاك اربع هزايم احسن دفاع هذول ثاني خط دفاع عندكم قبلتوا 16 الكليب 15 عتوقه وقتها ومراد وزيتوني لا ونحن وزيتوني ومراد حمزه وعلي ارتيمه ورتيمه ونحن الثانيين هذول افيك 16 بيت اي 16 بيت ولا هما كان نحن 16 بيت وخط الهجوم ماركيتو 26 بوت وقتها اخذت الهجوم بلا هذيك هي كيما العاده تقول لي معدينا ولا اهداف الفريق لا اكيد ما كنتش بكون كان معدينا لعفة هذيك 73 74 زاد علي 73 بديت انا لا 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 بديت بالمنتخب 73 بديت في المنتخب في اكتوبر اوت بري سيليكسيون مع سي عامر حزم وبعديك مشينا صفا سي عامر حزم وعملنا التورني في الافريق مع زعيم حبيب بورقيبه عملنا دور مع زعيم حبيب بورقيبه علاش وقتها نحن ما ترشحناش الى 74 كاس العالم سي عامر حزم اش قال؟ قال كان نحبوا نمشيو كاس العالم 78 لابد باش نتعداو على الافريق وهذا نثبت عليها كما عندي انا توا كان ثم بروجي ثم اراده سياسيه قال يلزمنا نتعداو من الافريق وبدينا نتعداو الافريق بدينا مع زعيم بورقيبه خرجنا الافريق وعملنا كافه مباريات مباراه في الكونغو برازافيل كانت بطل افريقيا 72 بطل افريقيا وانتصرنا على واحد شيء هدف معدين ولعبنا في غينا ذولي تعادلنا وفي المالي خسرنا ذولي 1-0 فهمت ولا عملنا تورني كبيره يعني تقريب شهر. هذا بالنسبه للمنتخب نلقاو 73 74 في الكاس الدور 16 لعبتوا مع الاهلي الماتري ربحتوها 4-1. الاهلي الماتري 4-1 كنت انا سجلت هدف التعادل كنا وقتها ما زلت عندنا نهار ملي جينا من الافريق. جينا ديريكت لطرابلس بن زرت وكنا منهزمين 1-0 في اخر الوقت ضايع سجلت انا هدف وبعديك معدين سجل 3 اهداف 3-1 4-1 في الدور الثمن النهائي لعبتوا مع الاتحاد المغربي حصرا من كانت الاتحاد اليو اس ام الاتحاد المغربي وقتها في الوطني الناسيونال اي في الناسيونال وقتها ربحتوا 2-1 وقتها وفي الكاردو فينال لعبتوا مع الكليب تتذكرش الماتش هذاك؟ والله ما نتذكرش اي خسرتوا 2-1 وقتها في الربع النهائي هيك ال 74 75 ستيام سي او تي ب 50 نقطه الهجوم 31 والدفاع 31 10 هزايم زاد علي شنو اسباب التراجع هذا؟ ولا اسباب التراجع موسم 74 75 هذاك الموسم الخروج نتاع خروج بابا حميد للترجي مشى للترجي وفي الدور الاول فزنا على الترجي 3-0 في الليل وقتها
وفي اخر مباراه على البطوله فازوا علينا 2-1 بعد ما كنا منتصرين 1-0. الجو هذا نتاع المحدين غايب على التهديف الموسم هذا 74-5. ومعدينا ذاك وقت بدا يخرج بدا يحضر الامارات وقتها. نحكيو شويه في الكوب الدور 16 لعبتوا مع السي اس اس سي او تي والسي اس اس في صفاقس تذكروا الطرح هذايا ربحناهم دول 5-2 3-1 ضربات جزاء علي والله 3-1 مع باي عمار يعطيك الصحة. عدنا في النصف وصلنا نصف النهائي وخسرنا مع مهدية دور لي مهدية 3-1 وتعادل 0-0 في المهدية. عملت 1-1 رتور في المهدية و 3-1 هنا في تونس. ايوا وفي هذاك الفينال نتاعنا كوبنا عملتها المهدية برشا علينا. اي كيفاش المهدية ترشحت الفينال وقتها مع الاتوال مع الاتوال والماتش الاول تعادلوا فيه 0-0 ولا 1-1 قبل المباراة قبل في قبل النصف النهائي لعبتوا في الربع النهائي مع مجرين. مع مجرين 2-0 وربحتوا وقتها بشايف في مجرين في زويتن وفي زويتن اي في الثمن النهائي لعبتوا مع جندوبة في زويتن عملتوا 2-0 وقتها. هذايا زعلي تحيه باش ما ننساهاش تجيك من عند صديقنا عادل بالطيف من جبال مطماطه يقول تحيه عطره معطره برائحه الاكليل والزعتر جبال مطماطه للنجم الكبير والعملاق واللي مازال في ذاكره الشارع الرياضي علي الكعبي هذا الاسم اللي كتب اسمه باحرف من ذهب في سجل تاريخ كره القدم التونسيه يقول سهره ناريه كالعاده مع نجم من نجوم 78. شكرا شكرا للمطمطه كلهم وان شاء الله نعديو صريحه الى ما سعدي احنا نحكي في جو 74-75 تتذكر 1 جانفي 75 في بغداد ملعب الشعب في بغداد تعادلنا مع بغداد وكان مدربنا اندري ناجي تعادلنا ذولي 0-0 كانت لترونتيان ديسمبر صح ترونتيان ولا عندي لا لترونتيان اخر نهار معناتها ترونتيان ديسمبر وليلتها عملنا سهريه نتاع راس العام اي في بغداد في بغداد وتعادلنا 0-0 مع فريق بغداد وقتها مش سهلة بغداد مش العراق الكيب هايلة برشا ذكروا السادة المستمعين ربما بعض الأسماء عتوقة والقاسمي الكعبي الجندوبي اللوز المالكي محدين عبد الرحمن ناصر الإمام طارق والنصر كريت هذه التشكيلة اللي لعبت معك اي ناصر ومحدين وبكاو معنا بكاو سمير بكاو سمير بكاو لعب موجود اي موجود سمير بكاو ما لعبش نسيت ما كان معنا في الرحله أيه. لعبنا من العراق تعدينا للكويت اي عملت مباراه وديه زاد معاه اي مباراه وديه في الكويت نقعد مع التفاعل سعلي المستمعين هذه تحيه من جندوبه تجيك لصديقنا شكري طرخاني شكرا لك خويا شكري من جابس كذلك صديقنا بالقاسم يقول يوجه لك تحيه ويوجه تحيه لكل الساده المستمعين يقول نجم فوق العاده زعلي هذا سؤال يقول لك تذكرش الورقه الحمراء في البراج كنت المستقبل جابس ذكرها مش كنت المستقبل جابس مش انا خذيتها اي قال لك تذكرها هذه المباراه هذيك ذكرها وانتصرنا عليهم 1-0 وطلعنا للناسيونال وهي جابس وخصوصي المستقبل والاستاذ جابس اللي نحبهم برشا وعندي ذكريات ودربتها انا مستقبل جابس وعندهم جمهور عجيب وغريب جنوني لأبعد الحدود صحيح يحب جمعيته بكيفية كبيرة برشا لكن إمكانيات يعني نقص شوية توا في مستقبل جابس نتمنى لهم النجاح وكنت عشت معهم 3 أشهر ولا 4 أشهر ممتازين ومذيافين كليت البركوكشي جابسي وشيخت معهم شيخة هايلة تحية كذلك حي جندوبة زادة أيوة. حي جندوبة جندوبة عاد جندوبة وأنا عند راهم مغروم بها ياسر عند راهم كنت مندر فريق نحب نعمل طرابلس أنا في عند راهم خاطر الامكانيات خديقه والهواء ولا التدريب كل شيء متوفر. في نفس الذكريات اللي تحكي عليها عندنا ياسين عبد السلام هذا الاسم هذا يقول بابا علي اسم الشهر عند جماهير بني خلاد تتذكر الاسم هذا؟ بابا علي عم السعود اي عم السعود يغني يا بابا علي يا كعبي اغنيه معروفه نتاع سيدي بالحسن الشاذلي عاد حتى مره انا نثبت في الملعب نتاع بني خلاد
كتبوا يا بابا عليا كعبي في وجهه وبيضه، لكن بيضه كل شيء الا الكتيبه هذيك خلوها ما سحت حد الذكرى، فهمتني؟ يعني عندي ذكريات كبيره في بني خلاد، الناس عشت معهم مليح. وهذا سي علي هو ياسين عبد السلام يقول اول مدرب ضمني لتمرير الاكابر في الفريق، وانا كنت ضمن الامال نتاع بني خلاد. هو والتجوري وولد مراد وجديدي، بعدك مشى الملعب التونسي، كلهم هذاكم لعبتهم في طلعتهم انا، ومكرم التجوري كلهم طلعتهم انا، اولادي هذاكم طلعتهم. تحيه كذلك من صديقنا وليد اسماعيل. شوف استعليش يقول علي الكعبي لو ميور اريير غوش دو تو لي طون، الي لو سول جوير تونيزيان افوار جوي تو لي ماتش دو لا كان 78 اليميناتوار اي فاز فينال كونفوندو اي تو لي ماتش دو لا كوب دو موند. كذلك نوفل العاصمة سيد علي يسلم عليك، يقول لك قداش من ماتش لعبت دوليا سي علي تذكرش؟ أول حاجة بالنسبة لإقبال السؤال هذا، بالحق سفري أنا من القلائل اللي لعبت الزيميناتوار ولعبت الفاز فينال ولعبت الفاز فينال كوب دافريك 78 والزيميناتوار نتاع الكوب دافريك كلهم. تقريبا الوحيد اللي لعب الماتشات كلهم. والحاجة اللي الجمهور الرياضي نعطيه فكرة، بعد ما ترشحنا الكوب دي مونت وترشحنا الكوب دافريك في غانا لعبنا نصف نهائي في غانا، كان كنت بظهر باش او التونسي يسجل في نهائيات 78 في غانا كوب دافريك، واول تونسي يسجل في كاس العالم بعد ثلاثة اشهر في في في, في الكوب دي مونت. يعني هذه برشا ناس ما يعرفوهاش. تتذكر بطولاتك الكل سي علي؟ والله نذكر لما حاجات كهذه ما ذكرهمش، خاطر كي تلعب انت دو فاز فينال كوب دافريك في مارس تسجل انت اول بونت كوب دافريك ضد المغرب 1-1 عملنا وتلعب بعد ثلاث اشهر تلعب كوب دي موند وتكون اول واحد تماركي. يعني هذا ما تنعاش مخي، يعني مش خاطر انا ماركيت، لا نحكي يعني على التاريخ. احنا طبعا التاريخ وكهو هذا اللي حبيت. لعبت 82 مباراه دوليه وماركيت 9 بونت. قداش لعبت؟ 82 مباراة دولية وماركيت 9 بونت. أنا في بالي 89 أما 89 أفوار أي مسألة 89 يظهر لي هكا، أما ماركيت قداش؟ 9 بونت. هكاك أتون جوهم بالتفصيل كان زلت أتذكرهم. ولعبت مباريات قاد فريق. إيه إيه التحية تجي كذلك من صديقنا هذا أرشيفه في الحقيقة من نوستالجي جروب هذه نوستالجي دو فوتبول تونيزيان. سي علي الستاتيو نتاع اليوم حطوها في الصفحة في الصورة الرئيسية نتاع المجموعة، نشكرهم على تفاعلهم مع سيد علي من قرقنا. تحية للأصدقاء اللي يسمعوا فينا الآن وعلى راسهم شكري مقديش. علي بربوشي سيدي علي يقول عز الناس رب يعطيه الوقت الطيب. هذايا اسم تقريبا مش غريب عليك الزعلي، صديقنا شادلي بالفالح، تتذكر الاسم شويه هذا؟ شادلي بالفالح. نذكرك شويه، يقول علي الكعبي لاعب من الزمن الجميل من احسن ما انجبت الكره التونسيه، ظهير ايسر صلب وبنكهه مهاجم يملك لياقه بدنيه ممتازه بامكانه اللعب 120 دقيقه دون مشكل. علي يلعب اليمين وباليسار ويمركي بالراس، كيف نقول لك سعاده الرابطه الزعلي شو تذكرك؟ والله ساعد الرابطة هذيك انا العذاب نتاعي. اعذر لي نهار اللي ما لعبش مليح في البطولة ولا في المنتخب، أول حاجة نعملها كي نقوم الصباح، أنا من الناس اللي نرقد من الخمسة ستة نتاع العشية. أول حاجة نعملها كي ما نلعبش مليح نهار الأحد نهارين الصباح قبل ما نخدم، فنمشي نخدم بالبنك. أيوة نخدم البنك القومي للتنمية البداية بنك ديفلوبمون كون مكتونيزي تاع بوريفا لبن الله يرحمه المرحوم. أيوة. حصلوا قبل ما ندوش ونمشي للبنك لابد باش نطلع نعمل كوتينغ في الرابطة عقابا لي أنا ما لعبتش مليح. الله الله الله، هذه من الخصال نتاعي اللي يلزمني نعاقب روحي، انا ما لعبتش مليح نعاقب روحي. هذا عنده صديقنا شادلي عنده ولد اسمه بوتشي واسمه وليد تو موجود يقول في بلجيكا، لعب من جيل رضا الهمامي والعياشي وقدور وجهاد داود
باه نكملوا مع الكورة الزعلية. بوتشي سي شادلي هذا. ايه سي شادلي. سي شادلي خويا سي شادلي كان مسؤول. شادلي خويا ولده كان ملاعبي باهي كل شيء فهمتني. تذكرته جيل نتاع هذا ظلي في 95 عام طلعت سيوتي بعد بني خلاد طلعت سيوتي. بالضبط هذا يعطيه الصحة سي شادلي نحيوه. لاعبي هايل. بعدين خرج يلعب لبرا. توا موجود في بلجيكا حاليا ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. الشادي نحيو تحية كبيرة برشا. نمشي وزيد علي لل 75 76 نلقاو الجينيراسيون. لا ثم حاجة اللي ما أنت مش بتهاجي تاريخ الميداي دو برونز نتاع الألعاب البحر المتوسط 75 في الجزائر 75 هاك نسيتها ميداي دو برونز ميداي دو برونز 75 في الجزائر نحينا التروزيام بلاس المغرب بضربات جزاء هذه معلومة فاتتني عندك صح هذه موال 75 هذه نزيدوها باهي يعطيك الصحة برشا ديما نقعدوا في الإطار ما نحبوا شوية التسلسل الزمني سي علي باهي 75 ساعات واحد ينقص حاجة نذكرك بها صحيت بالضبط وهذه حاجتنا بالسادة المستمعين عندنا نلقاو في 75 76 ترتيب الهدافين نلقاو محدين سيزيام معها الأخويني والإمام وعقيد ورضا القابسي بتاع سي أ بي تذكروا رضا القابسي نتاع نادر بنزرتي رضا القابسي اي القابسي نتاع جيل افون سونتر دول اي اي افون سونتر اي من الجماعه الغوله اي نلقاو راهو بن عزيز احسن هداف وخميس العبيدي احسن لاعب الموسم هذاك خميس العبيدي خميس العبيدي الموسم هذاك هذول اللي خدات في البطوله ولا العام اللي بعده العام اللي بعده العام اللي بعده 77 77 جيسكا بالضبط اي 77 لكن كي رجعت لترتيب احسن اللاعبين نلقى المركز العاشر جنيح وشمام وواده ونجم سهرتنا الليله زاد عليه هكا ولا في ترتيب احسن اللاعبين السوليدور هذاك اي تقعد معنا زاد علي السوليدور هذاك السوليدور ما كنت انا من العاشر الاولانيين كانوا ديما جريده الاكسيون تعمل تعطيك نقول لك ايطوال كل ماتش تعطي عليه ايطوال للملاعبيه كان لاعبين سي عبد الرب درويش وثم عام تظلمت فيه انا مفروض انا ناخذ سوليدور سالي تقعد مع اخويا محسن الجندوبي تقعد معانا سالي تقعد معانا نرجع له النقطه